في هذا الكوخ البسيط بحي رجايم بعمي موسى في ولاية غليزان يعيش عمي بوزيان صاحب 76 سنة قضاها كلها في هذا المكان والذي لا يتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة، فلا ماء ولا كهرباء ولا ظروف الراحة. تجده منهمك في ترقيع سطح هذا الكوخ حتى لا تتسرب مياه الأمطار لداخله رغم كبر سنه وهشاشة عظامه. أنا بن لحمة بوزيع كل شيء في الورجين ما استفديتش من هذه البلدية، وشفنا راكم تشوفوا فيها وداكم الحاضر كتحنوا لا كندير الباش ادخلوا شوفوا ادخلوا انت يوفوا عين عايشين عيشة المنزلية في الشتاء والله ما نلقى بنو القطرة ولا كل الشكاوي التي تقدم بها هذا الشيخ لم تجدي نفعا رغم تعاقب المسؤولين والذين لم يعيرونه أدنى اهتمام. الميرليجي يسكين الميرليجي ويحاربوني والله ما راني عارف عنه ليش عارف قدام الترميم يحاربوني عندي 66 سنة زي ده وكابر هنا. حياة القاسية لم ترحم عمي بوزيان ولم تحترم تقدم سنه، وما زاد من معاناته هو تجاهل المسؤولين لحالته الاجتماعية. أنا ولادي وعندي واحد معوق ولدي معوق مريض ما استفد له ولد ما عطاونا منين نروحوا اليوم يقول لك نجردوا في الريف يقول لك أنتم راكم داخل الحضاري بس حما الترميم كاين إلى بغاو إلى بغات البلدية تعطينا الترميم كاين شو ما عطوني لأنا لولدي. طلب بسيط يحلم به هذا الشيخ أن تتكفل به السلطات المحلية، ولا يتعدى أن يكون الاستفادة من دعم مالي بسيط لترميم سكنه. نطلب يعطوني ترميم إلى هداهم ربي لا البلدية هذه إذا إلها دار ربي تعطينا ترميم كي قالوا هذا اللي دعا الريف مكاش يعطوني ترميم ترميم كين. حياة عمي بوزيان في عمي موسى هي نموذج حقيقي لحياة متدنية لمواطن بسيط في منطقة من مناطق الظل بالولاية، فهل ستجد صرخته من يتكفل بها؟ أم ستستمر معاناته إلى أن يلقى ربه؟